السلام عليكم ورحمه الله البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى نلقاكم مع لا فيديو في احسن الاحوال كيف العاده. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نديروا الخليع على الطريقه الفاسيه، كيجي رائع، كيجي ناجح 100% وبطريقه جد بسيطه. نتمنى انكم تتبعوا معايا حتى الاخير من الاول. بالنسبه لاول مرحله، فهنايا كندير واحد الراس ديال الثومه باش نشرمل به القديد ديالي، واحد الراس ديال الثومه هكاك تقشورها كنغسلها مزيان وكنقطعها وندقها مع الملح، مع واحد الكميه لا باس بها ديال الملحه. من بعد كنخويها في واحد الانيه تكون كبيره او بانيو او مهم فين غادي نخلط القديد ديالي. من بعد كنزيد عليها واحد الكميه ديال القزبور مطحون، قزبور حبوب مطحون. قياس انا درت هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق، ممكن تزيدوا او تنقصوا يعني على حسب الكميه اللي عندكم. هنايا واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الكمون، وغادي ندير هنايا واحد الكاس ديال زيت المائده، ومن بعد غادي ندير واحد 4 كاس ديال الماء باش غادي نخلط هاد الشرموله ديال القديد. سمح منكم البنات كنتقطع ليا التصوير هنايا. صافي دابا غادي ندير القديد ديالي من بعد يعني اللحم بعد ما قددته بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. تبارك الله ما شاء الله جميع النساء كيعرفوا كيفاش يقدوا اللحم. غنحاول ندخل داك الشرموله مزيان في هاد اللحم، يعني غندير كميه بكميه، ما غنديروش كله في دقه واحده. كانت عندي هنايا الكميه شويه وفيره. صافي وغنبدا شويه بشويه كنقلب هكذا ونشقلب فيه يعني حتى يتجانسوا جميع المكونات مع بعضهم ويدخلوا في هاد اللحم. خصني اللحم يتشرمل مزيان باش ملي نشرو فوق الطوال يعني ما يضيعش ليا. لما كان حيت لما كانش فيه الملحه راه ولا بدا غادي يضيع، يعني خصو يتشرمل مزيان. كما شفتو كنقلب ونعاود، خصو لازم جميع الطريفات ديال اللحم كلهم يتشرملو مزيان، يدخل فيهم داك الشرموله يعني داك الملحه والقزبور والكمون والثوم. بالنسبه للزيت البنات، علاش كنديروا الزيت؟ الزيت كيتبعد الحشرات على القديد، ملي كنشروه ما كيجيوش الحشرات والدبان. فبالنسبه للمرحله الثانيه، بعد ما شفلينا القديد ديالنا فجبته وقطعته على هذا الشكل هذا. المهم قطعتو طريفات صغارين باش يساعدني، وفي نفس الوقت باش ملي يطيب ما يعني نبغيو نجبدو من الطاسه ولا هذا، يعني نبقى طريفات على القياس اللي انا باغيه. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاجو، فغنحتاجو هنايا القزبور مطحون واحد 3 أو 4 ديال المعالق، المهم على حسب الكميه اللي عندكم. عندي هنايا قياس واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، الكمون يمكن لكم تستغناو عليه كاع ويمكن لكم ديروه. وعندي هنايا ثوم مدقوق، وهنا الشحمه ديال الكلوه ديال البقري. من الافضل ديال البقري البنات، لان ملي كديروا الشحمه ديال الغنمي فكدوز غير واحد المده كتحسوا بالخليع بحال بدا كيغوى لكم ولا بدا كيتبدل المذاق ديالو، فالشحمه الغنمي ما كتصلحش للخليع. اذا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه لهاد الخليع ديالي القديد فما غنديروش دابا، غادي نديرو بلاتي. غندير قياس واحد يطرو لارب ديال الزيت، انا اكسبري درتو هكذا بالعاني، درتو هكا في القرعه باش نبين لكم القياس. نتوما المهم نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. غندير هنايا واحد القياس ديال، انا غندير يطرو تقريبا يطرو لارب، واخا غندير الشحمه فغندير زويته. وغلبت الزيت بلديه، الزيت مخلطه درتها وغلبت الزيت بلديه. غندير هنايا عاوتاني قياس واحد لتر ونص
ما بين يطرو ويطرو ونص الماء على القياس البنات ديال الخليع اللي عندكم. من بعد ما زدت الماء فغادي نرجع الطنجره فوق البوطه حتى يبدا يسخن ليا الماء، عاد نلوح فيه الشحمه. غندير الشحمه هي الاولى وحتى تبدا تذوب عاد غادي ندير القديد موراها. بالنسبه للقديده البنات ولا بالطون سي سمعت واحد المعلومه، ملي تبغيو طيبوه حتى تبغيو طيبوه لازم ما تغسلوه، ولا بغيتو يجيكم افضل انكم ترقدوه واحد نص ساعه حتى ساعه في الماء باش كيرطب وكيطيب دغيا. وفي نفس الوقت داك الغبره اللي يعني كتنشروه في البالكو ولا كتنشروه في السرجم ولا في السطح ولا هذا، ولا بدا واخا تغطيوه راه كيهز الغبره. اذا من الافضل انكم تغسلوه شويه وترقدوه، تخليه مرقد واحد شويه في الماء باش يرطب ليكم، ومن بعد جبدوه وقطروه وقطعوه طريفات كما درت له انا، داكشي اللي درت له حتى انا. بعد ما غلى داك الماء والزيت غنزيد دابا عاد غنزيد هاد الشحيمه بعد غنزيد عليها نجيب داك القديد غادي نزيدو عليها دابا صافي. من بعد ما درت داك الشحيمه كنبدا نحرك هكذا واحد شويه حتى ما تبدا تذوب، لان هي اصلا مطحونه دغيا دغيا غادي تساعدني باش تذوب. والقديد كيف ما قلت لكم راني قطعته في الماء ونشفته وقطرته وحد قطعته فحتى هو غادي يساعدني وغيطيب دغيا صافي. غندير دابا القديد ديالي في هاد الشبيكة تكون عندي انا هنايا قياس واحد 3 كيلو ديال القديد. عندكم اختيار بغيتو ملي ديروا القديد تسدوا عليه فما غاديش يتعدى لكم واحد ساعة قلتو له هكذا ديال الطياب صافي غيكون واجد. بغيتو تخليوه عريان فغيحتاج لكم ما بين ساعة حتى ساعة ونص ديال الطياب، فأنا غنخليها هكا عريان واحد شوية ماشي عريان كاع يعني ما غنقفلش الكوكوط، غير غادي نحط الغطاية وصافي. حتى الكمية بانت ليا كثيرة يعني جاتني الكمية كثيرة فغنحاول نقصها في طنجرة أخرى بالحق حتى ندير التوابل عاد غادي نقصها. بالنسبه لهاد التوابل اللي غنزيد شويه ديال الثوم، وغنزيد داك المعلقه صغيره ديال الكمون اللي درت، وغنزيد داك اربعه ديال المعالق ديال القزبور مطحون. التوابل اللي كنزيدو دابا يعني القديد راه اصلا فيه التوابل ديالو فيه البلحه فيه كلشي، التوابل غير لو ديت داك الاكريش اللي كيبقى كنصوبو به الملاوي ولا المسمن ولا هذا كيجي بنين فهو كيجي رائع، ولا بالضبط ما غنديرو هاد التوابل هادو خصوصا القزبر مطحون. في واحد شويه بنا غير داغلي باش ما يفادش ليا غادي نقص منه، غادي نقص في طنجره اخرى باش نخليه يطيب على خاطر وان شاء الله نرجع معكم من بعد. هاد المرحلة هادي ما خصناش كاع نحبسو التحرك، لأن إلا حبسنا التحرك عليه غادي يتحرق لينا، يعني خصنا كل مرة نجيو نحركوه كيفما كتشوفو راه مبقاش في الماء بزاف بدا كينشف.
صافي كيف ما كتشوفوا دابا تقريبا الخليع ديالي ها هو الكيك صافي. الحباب ما مبقاش صافي، ديك المرة غنشوف هادي غير زويته مع داك الشحمة صافي هي اللي مزالة. دابا غادي نطفي عليه البيض، غادي نخليه حتى يبرد، ماشي يجمد غير يبرد واحد شوية باش غادي نقدر نفرقو في الطاسات. هانتوما كيف ما كتشوفو مبقاش كاع فيه الماء، نشف من الماء وهكذا خصو يكون، لان الا بقات فيه غير قطره د الماء صافي فغادي يغمال، يعني ما يكملش سيمانه حتى يغمال. نديرو في الطيس ان شاء الله نفرقو، حيت ما غنديروش في طاسه وحده، غادي نقسمو باش نبقى ناخذ غير الكميه اللي كنحتاج باش ما يضيعش ليا ولا شي حاجه. وواحد النصيحه البنات، ملي تبغيو تهزوه دائما تكون عندكم معلقه خاصه بداك السطل او داك الطاسه ديال الخليع، ما تبقاوش كل مره كديروا فيه معلقه في شكل، لان ربما تكون معلقه فازقه ولا شي حاجه تقيسوه بالماء غادي يغمل لكم وتصابوا نضيع الخليع ديالكم. ان شاء الله نتلاقاكم من بعد. فبعد ما خليت الخليع ديالي على ما يعني برد واحد شويه، ماشي حتى كيجمد غير كيبرد واحد شويه باش يمكن لي نديرو داك ساعات في الطاسات، ففرقتو في الطاسات، عطاني هاد الكميه هادي كيف ما كتشوفوا، عطاني طاسات وعطاني هاد جوج ديال الطاسات وعطاني هاد الطويسه هادي ديال الاكريش وعطاني هاد الطويسه هادي ديال الخليع صافي. ما غطيتوش، يعني غير فاش خويتو قسمتو هكا في طاسات خليتو راه دغيا جمع راسو وتجمع صافي. عاد نغطيه دابا، لان الا غطيتو هو سخون غادي يعرق ليا وغادي نرجع شي يعني بحال ما درت حتى شي حاجه. داك الماء اللي غادي يرجع ديال العرق فغادي يغملو ليا من بعد. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه، فهو كيجي رائع. لا تخافوش منه، خليه على الطريقه الفاسيه الاصيله، ما كيغمل ما حتى شي حاجه، غير تبعوا الطريقه كيف ما قلت لكم. والاهم انكم فاش تبغيو يعني الطاسه اللي تكونوا كتستعملوها كيف ما شفتوا، انا تعمدت انني ما نديروش في سطل واحد، يعني درته في طاسات باش كل مره نجبد الطاسه وديك الطاسه اللي غادي نجبدها هي اللي نبقى نستعملها، يعني ما يمكنش بلا ما نضيع سطل كامل عاوتاني تتخوى ونستعمل واحده اخرى. واكيد خص معلقه خاصه تكون بالطاسه ديال الخليع، هذيك خاصه تبقى غير في الطاسه ديال الخليع، لان باش ما ترش بالماء ولا تقص فغادي يغمل لينا. ما ديروهش في الثلاجه البنات، يعني اللي بغات تستعملوا فما ما ديروش في الثلاجه، يعني كتخليوها عادي غير في الكوزينه في البلاكار في حراره المطبخ عادي. وان شاء الله نتمنى نلقاكم في فيديو قادم في احسن الاحوال، واستودعتكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، احبكم في الله، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.